بمناسبة عيد حزب النهضة المناسبة 32. أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن تدوم هذه الأفراح على هذه البلاد وأن تكون تونس دائما في العلالي. بدي أتشكر شركة الربيع للفنون اللي أتاحت لنا الفرصة أن نطل فيها على جمهورنا الكريم في تونس. بنهديهم موال بيتعلق بهالحفل هذا. اللهم إني استودعتك وطني، فلا تريني فيه بأسا يبكيني. اللهم إني استودعتك وطني، فلا تريني فيه بأسا يبكيني. يبكيني يبكيني. الله 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 يا مولانا، الله الله الله، لا إله إلا الله، الله 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 يا مولانا، الله الله الله، لا إله إلا الله. و32 عام على تأسيس حركة النهضة، نبارك للشعب التونسي وجود هذا الصرح الكبير في هذا المجتمع الرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أن تكون حركة النهضة حركة خير وأمن لهذا البلد إن شاء الله. نهديكم محبة إخواننا في سوريا، سوريا أرض الجهاد التي تعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النصر قريبا بإذن الله. أهدي إلى قناة المتوسط هذه الأنشودة وإلى الشعب التونسي. اشتقنا كتير يا حبايب تمشي دروبنا سوا مهما يصير، يا حبايب رح نتلاقى سوا، غبتوا كتير يا حبايب ومهما يطول هالنوا، الله كبير يا حبايب تبقى قلوبنا سوا. يا هلا يا هلا بالعلالي، كرم الجود عم بلالي، والعنقود عالدوالي خدوا طاب واستوى. يا هلا يا هلا يا هلا، والعنقود عالدوالي خدوا طاب واستوى. كل المحبة والاحترام والتقدير لكم. الراقية التي الشعب الجزائري دائما يحبها ويساندها، كذلك سعيد جدا بدعوة حركة النهضة، هذه الحركة الشقيقة أيضا التي تستمد قوتها من شعبيتها وقوة شبابها وشبانها. نهنئها وأهنئها باسم الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 32 لتأسيسها، ونتمنى لها من الله سبحانه وتعالى كل التوفيق، وعسى أن نراها دائما بخير وأن نرى النهضة وتونس بالكامل إن شاء الله بخير. بالطبع أهديكم موال لقناة المتوسط فأقول عيني لغير جمالكم لا تنظر، عيني لغير جمالك يا تونس لا تنظر، وسواك يا حركة النهضة
في خاطري يا با 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 لا يخطروا. خبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبروا. وعلى محبة تونس أنا أموت وأحشرون.